غادي نشوفوا الاخ المردادي ربما يكون حاضر معنا، لانه هو المعني بالامر على السي هو المعني بالامر على القضيه ديال السي خالد، خاصه انه اتهموا بمجموعه من المعطيات، وقال انه يتهمه او هدوا ب كما كنقول. دونك السي عبد الكريم معنا. مساء الخير استاذ عبد الكريم. مساء الخير. نعم، راك عارف انت مطلوب امنيا، الراس ديالك مطلوب، اي والسي خالد الله حط اكبر. مكافأة لمن ياتي براس عبد الكريم. مسكين بوفر ولا لا بوفر؟ اوكي، اول اول تفضح عشان انت في المباشر ياك. عد مباشر، صحيح. نعم، بغيت اولا نسولك. تحيه ليك وتحيه لكل الاخوان والاخوات بارك المستمعين الله فيك، والمستمعات، مرحبا بك. انا راه الاشاره لاي مرحبا كان مرحبا راح مرحبا. يتساءل، ما عنديش مشكل. اولا القضيه اللي مدونجيه السي خالد، قبل ما نمشيو لداك الشيء ديال التصفيه وداك الشيء، هو السي عبد الكريم عنده مخبرين، يعني عنده برقاقه ديالو منتشرين في حي او قريه ولاد موسى الا كنت غلط. ف انت واش قلتي اصلا عندك شي 55 مخبر؟ واش بهذا قلتيها بهذه الطريقه هذه؟ مخبر ولا متعاون ولا جيران؟ واخا خليني نجاوب على هذا المعطى وندوزو لحاجه اخرى. أيه؟ اولا نتحدى لا هو ولا غيره ان نجيب جمله ديال ان قلت مخبرين. انا قلت انا ذاك ان ازيد من 55 شخص اللي كيتواصلوا معايا. دابا اكثر، دابا تلفت الحساب كاع، دابا فات المئات ديال الناس اللي كيتواصلوا معايا في البحث على الحقيقه. وهذا ليس سرا اننا وضعنا الايميل ديال القناه ديالنا رهن اشاره الجميع بما فيهم هو اللي بغى يكتب فيه. فالناس اللي كيكتبوا كنقراو الرسائل ديالهم، كنفرزوها الرسائل اللي فيها شي حاجه اللي تفيد في الملف، راه كنتواصلوا معاهم هاتفيا ويعطيونا المعطيات، ومن طبيعه الحال كندرسوها يعني كنحللوها واش راكبه ولا ما راكباش. رسائل اخرى اللي كتكون ديال التضامن ولا ديال الناس اللي قلت تبارك الله عليك وفي طريقك راه مزيان بغينا هذا الشيء بالحقيقه وكذا، هذا شيء اخر يعني في اطار المجاملات اللي كيديروا. اولا المساله ديال المخبر، هذا مصطلح لا استعملها بتاتا هذه الجمله، وتحدى هو ولا غيره انه يجبدها على لساني. انا قلت اشخاص اكثر من 55 شخص، انا عقلت على هذه اللقطه هذه، تواصلوا معايا وكيتواصلوا معايا في البدايه. اما دابا العدد راه ما عرفتش انا براسي شحال، يعني المئات كيتواصلوا معنا عبر الايميل، عبر كل الوسائل المتاحه في التواصل الاجتماعي، على انستغرام، على الفيسبوك، في التعاليق الناس اللي كيكتبوا كيقولوا بغيت نتواصل معك. بيان سور كنتواصل معاهم لانني ابحث عن الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه، ونساهم قدر المستطاع اننا حتى حنا نساعدوا ونساهموا للقضاء باش يوصل للمجرمين اذا كانوا هناك مجرمين. اوكي، اما كلمه اسمح لي غير نوضح السيره المهمه هذه، اما المساله ديال ان يحاول باش يدير التباكي، الموضوع جاء بعد اسابيع من التهجم علينا، ماشي غير من هو، من هذا الطرف هذا والخال ولا غير ذلك. شفتي فيديوهات وقلت له دي المساله انك تهمنا بالخيانه، وهذه هو التهديد الصفيه الجسديه لي انا، وملي تجي تهمني على انني خائن. وسبق لي بينت هذا الشيء وشافوا شافوا الناس كاملين، شافوا المغرب كامل فيما يتعلق. كتسمعني؟ صحيح، تفضل. جات واحد المكالمه، اسمح لي. انني بينت، وبينت يعني الدعوه الكريمه من جلاله الملك محمد السادس اللي وجه لي دعوه في 2007 بناء طبيعه الحال الخدمات اللي قدمناها لبلادنا على غرار كل المواطنين والمواطنات المغاربه بالخارج اللي كينضلوا من اجل القضايا العليا لبلادنا والصوره ديال بلادنا. المردادي عبد الكريم معروف لدى السلطات المغربيه بالخارج وبالداخل، دونك ما عنده ما ينكر مني، معروف شكون انا ملي تزاديت لهذه اللحظه اللي كنتكلم معاك. فبالتالي هذا ما هو الا الهروب من الواقع ومحاوله يعني تضليل الراي العام ودخول في هذيك المناقشات او في هذه المواضيع التافهه. انا قلت له ان عليك ان تدلي باسماء الخونه وتسميهم باسمائهم والبلدان التي يتواجدون بها، والا انك تتستر على المعلومات، رغم بان الدوله المغربيه والاجهزه المغربيه غير يعني ما خافيش عليه هذا الشيء، هذا كتعرف كل واحد فينا شكون هو. فهذا ما كله غير مساله ديال اللي دزنا من مرحله الترغيب الى مساله الترهيب.
أما القضاء فهو القضاء الدار في بلادنا وفي كل البلدان، أننا نلجأ ليه لمن يشعر بنفسه أنه يعني مظلوم أو شي حاجة تمارست حقه. مسألة ديال الطحن، كيقول قال لي نطحنك، نعم الطحن هو أن السحق على جميع المستويات، قلت له نطحنك على جميع المستويات. البارح مثلا المنتخب المغربي يسحق نظيره بستة أهداف، وهذه الكلمة هذه لا مانع للتمعنى، يعني تنتقد ليه فهذا كله يعني غروب هروب من الموضوع. أنا وجهت يعني وجهت له أسئلة يعني واضحة، قل لنا شكون هما هاد الخونة اللي كيتأمروا على المغرب، وقل الأسماء ديالهم. ذكر مثلا واحد في أمريكا أديب، نعم يذكر الآخرين اللي كاينين تمانيت اللي عنده الجرأة، ويذكر اللي كاين في إيطاليا وفرنسا على حسب المعرفة ديالو. أما باش تضلل وتشكك المغاربة في ما بيناتهم واتهم الناس أو تدير إيحاءات على أن أشخاص معينين، إذا هذا يعني كلامك مردود عليه، لأن ليست لديك الجرأة وليس لديك أي دليل أنك تقول شكون هم هاد الناس. وقلت له إذا كان الاسم ديالي من ديالك أسماء، أنا كنرخص لك تكتبه هو الأول بخط عريض وبارز. هذوما الأسئلة اللي غيجاوب عليهم. عافاك ما تكرفش عليه اللغة العربية السي عبد الكريم، أنه ما كيفهمش اللغة العربية الفصحى، دوي معاه غير بالدارجة باش يفهمك. هو راه فلاح ابن فلاح. والله نتكلم معاه بالدارجة بالشلحة ولا بالفرنسية ولا بالإسبانية ولا واخا عقل عليه هو. غنرجعوا واحد باش نمشيو للنقاط، غنمشي للخال. الخال اليوم بان واحد التسجيل تيقول لك واش غتولي تصور الأعراس بعد ما يتسالي هذا الملف. أنا والله ما عرفت واش أنت مصور ديال الأعراس. أولا بعد إهانة لمهنة، رغم بأنني لست من هذا، ما عمرني ما صورت حتى شي عرس. عمري صورت وحصل لي الشرف أنني نصور شي عرس. كنحترم كاع الناس اللي كيشتغلوا في أي مجال، ما عمرني ما صورت شي عرس. أنا مهني أشتغل في هذا المجال لسنوات مع قنوات معروفة، لا داعي إلا بغينا ندخلوا نقولها. وماشي مصور بعد، أولا ما كنديرش أنا التصوير كنديرو على مستوى واحد، مستوى محدود. ما غاديش نتقاد مع الناس اللي يعني التخصص ديالهم هو التصوير وكل ما هو تقني، فقط يعني كنصور بهذا بعد ما كانت عندي القناه ديالي من 2011. طبيعه الحال الامور ديالي كنصورها لراسي، حتى الساعه ما كاينش شي واحد صور لي شي حاجه. يمكن المغاربه يطلعوا غير على التصوير اللي درت في تكريم ديال يعقوب المنصور الموحدي هنا في ايطاليا، اللي هذه المعلومه حتى واحد ما كيعرفها، وخسرت عليه فلوس كثيره ووقت كثير. راه كاين العنوان حقيقة تكريم يعقوب المنصور الموحدي بإيطاليا، صحيح حاجة بحال هكا. نعم. ومشي نشوفوه، صورت أنا التصوير ديالي والتعليق ديالي والإعداد ديالي وكل شيء بوحدي، ما معايا حتى واحد. واخا أما الأعراس فزعما ما كرهتش كون كنصور الأعراس، خدمة زوينة خدمة زوينة. كون صورتي العرس ديال ابنة المرحوم قبل لولا أنه كان حي ربما. نعم كونك صورتي العرس ديال الإكرام اللي كان غيكون ربما كون كان المرحوم باقي حي. معلوم معلوم معلوم. بالمناسبه والله الا فكرتيني، الا صورت عرس واحد المره ديال واحد الصديق ديالي جمعاوي، تزوجات بنته، قال لي عافاك عندك كاميرا واش تقدر هذا الصور. صورت وعطيته ليه بحال اي واحد يطلبني يقول لي عافاك عندك كاميرا واش تقدر. صديق ديالي ولا من العائله، نديرها شي خدمه، ولكن نديرها ولا كانت خدمه مزيانه كاع صافي. واخا كيهدك بالقضاء هو وسي خالد. يقول لكم خالد قال لك راه عنده، اولا عنده قال لك عنده محامي ليه يعني برا، وعنده محامي هنا، وقال لك مؤسسة ماروك نيوز لاين غتدعيك، والخال كذلك قال لي غيدعيك اللي كتنشر قصص. الخال تا هو قال لك غندعيك في هذا الاوديو اللي كان قبيله. خال ولا شكون الخال ما سمعتش مزيان؟ رشيد وخالد بجوج دابا تيهدوك بالقضاء، انهم غيجئوا القضاء وقال لك انت غير كتجيب قصص محي الخيال. هو القضاء، ما هو القضاء للجميع، اي واحد عنده الحق يلجئ ليه، ما عنديش مشكل. هو ماشي تهديد، يمكن له يلجا للقضاء ويتحمل المسؤوليه ديالو، لان غادي ينزل ان لمده 15 يوم هو كيتهمنا بالخيانه ويؤجج علينا الراي العام، وكيدوز عنده التعليقات الصوتيه ديال الناس كيستقبل الهاتف. واسمح لي والناس اللي كيعلقوا عليهم كيقول لك انا عمري ولا اتهمتك بالخيانه. اسمح لي باش نوقفك، قال لك انا عمري ولا اتهمتك بالخيانه. لا لا لا، يوميا كيقولها، يوميا كيقولها. يقول بان قال سميتو اللي كيبغي يركبوا على هذا الشيء، والبعض منهم ها واحد كيطلع علينا من ايطاليا، من ايطاليا واش كاين شي واحد اخر من غيري كيهضر؟ لا انت واحد القناه كدير واحد كذا، الخونه ديال البلاد باغيين ياجوا، ها علاش هما كيديروا هذا الشيء باش يديروا؟ اذا الناس تيخص يمشي يبلغ به ويحط السميات، ما يمكنش يقول لهم شي وحدين، يمشي يحط السميات فلان وعلان وعلان هذو كيديروا كذا ويرجع يقولها، او لا حتى ما يقولهاش ماشي مشكل.
دونك اما باش جي يتقد الظل، انا عطيته سؤال وجيه، عطينا الا ما عطاناش سميات ديال الخونه في المغرب فهو مضلل واكبر مضلل، يؤكد عليه التضليل اللي كيمارسو عبر هذه المواقع، عبر هذه القناه على اليوتيوب، لا علاقه لها لا بالاعلام الرسمي ولا بالاعلام المقنن، قناه مكتوب فيها www.youtube.com. اوكي ما كاينش شي حاجه سميتها اعلام، قناه على اليوتيوب كتسمى مدون او يوتيوبر، صافي هادشي اللي كاين. واخا بخصوص هادشي اللي كيتقال دابا ان قضيه التحقيق سالت تحقيقات وان الملف عند الوكيل العام، يعني سمعنا الاستاذه مرام طلعت عندك قالت لك راه فقط لاستقراء الادله. اولا هاد المعلومه هذه هما اللي قالوها، حنا بناء عليها تكلمنا على ما جاء على لسانهم، على لسانه هو شخصيا، وكيقول بانه توصل برساله موقعه على الواتساب. انا ما عرفتش الموقعه على الواتساب، ما فهمتهاش، ما عرفتش كاين شي تكنولوجيا اخرى انك تقدر رساله توقع عليها. على كل اعتقد حاجة كتابيا وصورها وصيفطها له، داك خيناك صور له شي تعهد كتابي وصيفطه له. ماشي مشكل، ماشي مشكل، لا غير خليه، هذا ماشي مشكل، هذاك الجواب عليه هو حنا بناء على ما قالوا هما بان قالوا راه الملف تحفظ، وحنا باقي ما عندنا حتى شي معلومه واش تحفظ واش ما دارش، يجاوبوا علاش، كيفاش تعرفوا، يعني كيفاش انهم طلعوا الميل فاش هما اطراف وطلعوا عليه، فهذا شيء اخر. الا ما طلعوش عليه والميل مازال ما نزلش من عند الوكيل العام، كيفاش تتعرفوا عليها؟ اذا كيورطوا معاهم الناس اخرى يقولوا لنا شكون اللي كيعطيهم هذه المعلومات اللي باقي ما خرجوش. نعم واضح، حنا ما اتهمنا حد بناء على كلامهم. واخا بناء واضح ما اختارين على حد ما روجنا المغالطات. واخا بناء على كلامهم، يعني انت شنو الفكره اللي خديتي؟ واش ولاو مطالبين بالحق المدني بحالهم بحال ابتسام، ولا مشتبه فيهم، ولا تغير الوضعيه ديالهم كصفتهم بشهود؟ انا ما نقدرش نحسم في موضوع، لان هما اللي خصهم يجاوبوا على هذا السؤال، من هم؟ هل هما يعني المطالبين بالحق المدني، او انهم متهمين وكيدافعوا على انفسهم، او شيء اخر، او عندهم ناس كبار كما كتراج في كثير من التسجيلات اللي كيروج اللي كيقولوا لهم هل الملف فين وصل، هاش وقع فيه، رغم بان يعني باقي يعني في السريه، حتى شي واحد ما عارف، واللي غادي يعرف هما الاطراف المهنيه لا غير. واخا شنو كتفسر؟ بنينا على داك الشيء اللي قال هما. اوكي شنو كتفسر هذه الثقه اللي عند خالد وعند الخال ان الملف خاوي؟ وهذا يمكن لكل واحد انه يحلم بما يحلو له. احنا نؤمن بالقضاء ولا يمكن التدخل في قرارات القاضي او المحكمه، ولا يمكن حتى مناقشتها، لان الامر باقي بيد القضاء، باقي ما قال هك ولا هك. اللي كنعرفوا على ان الملف يعني تصنف على انها جريمه تحقيق في جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، وتكوين عصابه اجراميه، ولا اعتقد، هذا تقديري، قد اصيب وقد اخطئ، لا اعتقد بان القضاء بنى هاد يعني هاد هذا الطرح هذا بناء عن فراغ، يعني غير هكذا كاش قاتل وكتبها، ماشي كيلعب القضاء هذاك، مهما كتب هاد الامور ودارت في الملف، هناك يعني ما يثبت او ما اقتنع به ربما قاضي التحقيق او المحكمه الموقره. اوكي شي خبر على المحاميه زينب الخيار بعد وفاه الوالد ديالها؟ زينب الخيار والله للاسف ما تواصلتش معها هذا الاسبوع باش نعزيها، لان عرفتها غادي تكون تحت ضغط يعني ديال التعازي وديال المكالمات. اكتفيت بتقديم لها التعازي والاسره ديالها في وفاه الوالد ديالها الله يرحمه، وكتبت لها رساله نصيه باش ما نزعجهاش، لان مع الاصدقاء ديالي كانوا المعارف ديالي، ما كنبغيش نكثر عليهم المكالمات ملي كيكون شي حد توفى، فما ما تواصلتش معها احتراما يعني لهذه الفتره ديال الوفاه ديال الوالد ديالها، تتغير ان شاء الله. اوكي دونك وزيدون الاستاذه المحاميه او المحاماه، انا ممكن نتصل بهم فقط الا كنت غادي نزودهم بشي معلومه، ماشي باش زعما نتصل معاها يوميا ولا كذا، انا كنستنتج من خلال الخرجات ديالها على مواقع التواصل الاجتماعي، والا عندي شي معلومه كما كانت مثلا فاش ظهروا بعض الشهود وتواصلت معاها باش نبلغها ونعطيها الرقم ديالهم باش تمشي معاهم عند قاضي التحقيق. هذه العلاقه اللي بيني وبين المحامين عفوا. واخا نرجعوا دابا لخالد، لانه بالامس يعني بغض النظر على الاتهامات اللي وجه عليك، انت داير تنظيم 55 مخبر كتهدد انك تصفيها له جسديا. اوكي حاول يوجه الى لاحظتي بغى يدخل واحد القضيه اخرى في
في الخلاف اللي نقدر نقولوا انك بينك وبينه، وهو يتعلق بابتسام. ما سمعتكش السي العمده، قرب الميكروفون. اوكي، قلت لك انه كتسمع دابا مزيان؟ باقي الميكرو بعيد. دابا؟ دابا مزيان. اوكي، بالامس حاول يدخل واحد الطرف ثالث بيناتكم، اللي هي ايوا ابتسام. اللي هي ابتسام اللي قال انه وجه اولا باش تعرفوا قاري شويه بزاف، انه طالب الحموشي، قال له السي الحموسي بغاه يفتح تحقيق، مع العلم ان ماشي من السلطه ديال الحموشي يفتح تحقيق، هذا من جهه. اضافه قال على انه كانت هناك مساومات من اجل التوظيف مقابل التغاضي عن الملف، يعني مش دخل مباشره، دخل ابتسام في الطرف. شنو علاقته بابتسام هو؟ العلاقة هي نفس العلاقة اللي عنده بيا، هو أن مهاجمة كل الأطراف المطالبين بالحق المدني والأطراف المطالبين من المغاربة الشرفاء اللي كنقول 40 مليون ولا أشك في ذلك، اللي كيطالبوا على نتبان الحقيقة ديال الوفاة أو مقتل الكولونيل نور الدين العطور الله يرحمه. فهذا كيبين، إلى بغينا نحللو كيبين يعني النوايا ديالو، لأن ماشي طرف، ماشي يعني ماشي غادي نقول ولا طرف، بقى شيء يعني انسان محايد، لان السيد الحموشي ولا المؤسسات المغربيه ليست في حاجه الى شخص مثل هذا اللي غادي يعطي الاوامر ولا يقدم الطلب ديالو. المؤسسات تتابع عن كتاب، تتابع حتى ما داكشي اللي كنقولوا حنا دابا، وكتعرف الحاجه اللي راكبه والحاجه اللي ما راكباش. مهاجمة ابتسام من عدمها اللي كتطالب بتبيان الحق ديال الوالد ديالها هي رقم واحد، ومن وراها كل المغاربة بالداخل وبالخارج اللي كيطالبوا أن تبان الحقيقة ويتنصف الروح ديال المرحوم نور الدين العطور. أوكي، واخا. فهذا ماشي راه كنشوفوا كيتهاجموا كاع الناس، أنا الأستاذة مرام اللي كتحلل يعني تحليلات قانونية مها التهمات، راه هو كاع الخال قال بأن ما عرفت، قال يعني ذهبت شي حاجه اللي ما شفتهاش انا شايفها في المخيبه ديالو. هذا كله رعب اللي كيركبوا، هذا ما كيزيدنا الا اصرار، وكياكد على ان هناك شيئا ما يحاول هؤلاء الاطراف ومن معهم اخفاؤه من خلال هذه الخرجات ديال التهديد وديال الترهيب، وحنا لن يرهبنا احد، غادي نجي للمغرب عما قريب، عيط القاضي ولا عيط اللي بغى يعيط، غنمشي لانه فين هو المشكل. اوكي، بالامس ذكرتي واحد المعلومه، بناء ان ربما هذا يشاع ما يقال وقيل، قلتي ان شي طرف الملف سمم او حاول انتحر وانه يتواجد ربما في المستشفى، فعلاقه بنفس الشخص ربما كما فهموه المتابعين، ربما الامر يتعلق بالحاجه، ما عرفش. طلعت معنا المستشار قالت لنا العكس، ان السيده بألف خير وانها اليوم عندها الدقه المراكشيه وعندها دايره الحنه واتاي وكتعرض على الناس. أنا اللي قلت غادي نعاودو نفسه، يقال ويشاع في المارشي، في السوق، ما بين العيالات، ما بين الناس، أن هناك طرف، أحد الأطراف اللي تسمم أو شرب السم أو تعرض لتسمم ومشى لهذا. فاحنا ننقل، دورنا هو ننقل ما يقوله الشارع وما لدينا من ملي كيكون الخبر يعني من مصادر موثوقة، كنقولوا خبر من مصدر موثوق وكنسطر تحت منها، وملي كان نتكلموا على ما يقال هنا وهناك في المقاهي، في الشارع، في الأسواق، فاحنا كنقولوا اشنو كيتقال من طبيعة الحال. نعم، مسألة ديال السيدة اللي كتقول اللي قلتي لي دابا، قالت بأن الدقة المراكشية والهايلالا وكذا، هذا كذب في كذب. أولا هذا ليس بصحيح، ثم وإن كان صحيح فهذا يعني عدم احترام بعدا للمعاناة اللي كتعيشها الأسرة ديال المرحوم واللي كيعيشوها كل المغاربة والمغربيات بالداخل وبالخارج، اللي كيتألموا على هالطريقة ديال الوفاة أو ديال المقتل ديال الكولونيل نور الدين العطور. وهذه من طبيعة الحال إن كانت فهي مصيبة وتؤكد يعني الكثير من التساؤلات اللي كيطرحوها المغاربة. إذا شكرا على الكلمة، عندك شي كلمة تفضل تقولها؟ شكرا. أنا اللي بغيت نقول الكلمة لكل الإخوان والأخوات المتتبعين، أن علينا جميعا كمغاربة، أن دورنا هذيك بلادنا ومن حقنا الدفاع على المؤسسات ديالنا، والدفاع على المؤسسات ديالها ليس بالتطبيل، وأننا نوقف لكل واحد اللي كيوسخ السمعة ديال المؤسسات ديالنا، سواء كان فرد في تلك المؤسسة أو غيره من المطبلين والمضللين للرأي العام. فهذا دور المواطن المغربي، ومعروف معروفين المغاربة
بالمواقف ديالهم الشجاعه، والمغاربه لا يخافون يعني من الدفاع على بلدهم، ان الدور اللي كتقوم بها المؤسسات فهي قادره على الدور ديالها، سواء كانت المؤسسات الامنيه او القضائيه او غيرها. كل مؤسسه عندها الوسائل ديالها باش تثبت او باش تبين او باش تتابع او باش دير داكشي اللي هي منوط ليها. اما من غير ذلك فهو كله تضليل ومحاله اخراس الاصوات اللي كتطالب بالحق، وحنا سنبقى في صف الحق ونبقى نطالب بتبيان الحق في هذا الملف الشائك، وهذا الملف اللي اطال امده منذ 2018 الى يومنا هذا. وهذا حق الراي العام وحق الشعب المغربي وحق الجمعيات والمنظمات واي كان داخل المغرب وخارج المغرب، ومن يطلب من غير بغير ذلك فهو يضلل، وربما له مآرب أخرى أو مشارك أو متورط في هذه الجريمة اللي المغاربة كاملين كيرفضوها. شكرا سعد الكريم، تحياتي. بارك الله فيك، تحياتي لكم، مرحبا بكم بعد قليل في مباشر عندنا إن شاء الله. مرحبا سعد الكريم، بعد قليل غيكون عنده بث مباشر، تحية لكم.